لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، أي هذا الباب يتعلق بالكلام عن صيام التطوع وما جاء أيضا من الأحاديث في النهي عن صيام بعض الأيام ولو كان ذلك تطوعا. وذكر في هذا الباب جملة من الأحاديث تناولت هذه المعاني التي أشار إليها في الترجمة. ذكر في أول هذه الأحاديث حديثا يتعلق بفضل صوم يوم عرفة وفضل صوم يوم عاشوراء ويوم الاثنين. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. قال رواه مسلم. هذا الحديث فيه كما ذكرنا بيان فضل صيام هذه الأيام، يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم الاثنين. ويوم عرفة يوم من الأيام العظيمة، إذ يجتمع الحجيج فيه، يعني في صعيد عرفة، فهو يوم رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيه، يرغب في الصيام في هذا اليوم لغير الحجيج، كما سيأتي بعد ذلك في النهي عن صيام يوم عرفة للمحرم أو في يوم عرفة لمن هو في صعيد عرفة. أما في غير ذلك فيستحب للإنسان أن يصوم هذا اليوم وهو يوم عرفة. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل أيضا عن صوم يوم عاشوراء، سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، يعني أن من فضل صوم يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من المحرم، وهو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون. قال يكفر السنة الماضية، يعني أن من فضل هذا اليوم أنه يكفر فيه ذنوب السنة الماضية. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين، من أنه صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. ذلك يوم ولدت فيه، يعني بسبب هذا الأمر، هو يوم ولادته صلى الله عليه وسلم. ويوم ولادته صلى الله عليه وسلم أمر فيه أمر عظيم أو حدث عظيم، حدث عظيم هو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل رحمة وهداية للعالمين، فهذا حدث عظيم. وهنا ربما يقول القائل أليس في ذلك دليل على مشروعية الاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم؟
فالجواب على ذلك لو أجبنا تجوزا وقلنا إذا أردت أن تحتفي به من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لماذا تصوم هذا اليوم وقال هذا يوم ولدت فيه، فاحتفي به على هديه وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده صلى الله عليه وسلم؟ بداية كان صلى الله عليه وسلم يصوم، فصوم. من أراد أن يحتفل بيوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصيام. ثم هو لم يكن يحتفل بيوم ولادته صلى الله عليه وسلم اليوم السنوي كما هو يفعل الناس، لا، كان كل يوم اثنين يصوم هذا اليوم. إذن فمن أراد أن يفعل ما يظهر به فرحه بولادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فليفعل مثل ما كان يفعل، صم يوم الاثنين من كل أسبوع، هذا مشروع أن تصومه بسبب أن هذا اليوم كان فيه حدث عظيم وهو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا أيضا معناه أنه للناس أن يفعلوا ذلك على إطلاقه عندهم، بمعنى مثلا إنه البعض يقول طيب إحنا عندنا الحدث الفلاني حدث عظيم خلاص نحتفل به، فنقول ابتداء الحدث العظيم لابد أن يكون معظم بالشرع، ابتداء معظم بالشرع، ثم إذا كان معظما بالشرع فأيضا يحتفى به على نحو ما جاء في الشرع، صم هذا اليوم، صم يوم الاثنين. يعني هذا من باب يعني عدم اشتباه الكلام، أو في كلام بعض أهل العلم اشتباه ربما على البعض. فالصنعاني مثلا رحمه الله تعالى يقول في شرحه في سبل السلام، يقول فيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه. ويعني هو يقصد طبعا أنه النعمة التي أحدثها الله على عبده في هذا اليوم أن تكون حاجة من باب أن الشرع هو الذي عظمها، مش بقى واحد يوم ولدته هو شخصيا، ولا مش عارف كمان يوم الزواج والتاني يوم مش عارف كذا ونحو ذلك. فالذي عظمه الشرع مشروع أن نعظمه، وطريقة التعظيم تكون على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم هذا اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا يعني فائدة تتعلق بتعليل النبي صلى الله عليه وسلم لصيام يوم الاثنين بأنه اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟ قال صلى الله عليه وسلم هذان يومان تعرض فيهما الأعمال، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا كما قال أهل العلم لا منافاة فيه بين التعليل الوارد في كل حديث، لا منافاة بين التعليلين. يعني التعليل الأول أنه بيصوم لأجل أن هذا كان اليوم الذي ولد فيه، التعليل الثاني هذا هو اليوم الذي تعرض فيه الأعمال. إذن يعني سبب الصيام اجتمع له أمران عظيمان، الأمر الأول أنه اليوم الذي ولد فيه، اليوم الثاني أنه اليوم الذي ترفع فيه الأعمال الرفع الأسبوعي، فلا منافاة بين هذا ولا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، حوادث عظيمة جدا. بعثت فيه، النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيه يعني نزل عليه الوحي فيه، وهي التي قالها بعد ذلك وأنزل علي فيه، وأنزل علي فيه، فهي إما من باب البيان والتوضيح وإما من باب
بيان الفرق ويعني التفاوت في المعنى. وذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. كأن اليوم الأولاني يعني اليوم الأولاني يوم أن بعث، يوم أن جاء الملك وقال اقرأ، ويعني حدث ما حدث من أنه نزلت عليه بعض آيات من القرآن أو صدر سورة اقرأ. ثم بعد ذلك نزل عليه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، نزل بعد ذلك في يوم أيضا وافق يوم الاثنين، أو أن هذا كما أشرنا من قبل هو من باب التوضيح، يعني بعثت فيه وأنزل علي فيه هي بمعنى واحد، أن هذا اليوم هو اليوم الذي بعثت فيه، وهو نفس اليوم الذي لما بعثت فيه أنزل علي فيه القرآن. خلاصة القول أن هذا الحديث فيه بيان فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين. ثم قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث فيه بيان استحباب صيام ستة أيام من شوال، يستحب أن يصوم الإنسان ستة أيام من شهر شوال، ولينال فضل صيام السنة، وذلك إذا صام رمضان. فإنه إذا صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أي السنة، وهذا باعتبار أن رمضان 30 يوما والحسنة بعشر أمثالها، فتكون حسنات رمضان تعدل 300 يوم، فينضاف إليها 6 أيام والحسنة بعشر أمثالها ب60، فيكون ذلك كصيام السنة كلها أو صيام الدهر. وعليه فيستحب صيام هذه الأيام بعد رمضان. ومما يتعلق بهذه المسألة أيضا أنه اختلف العلماء في من عليه صوم من رمضان، هل يلزمه القضاء أولا ثم يصوم من شوال، أو أنه يجوز له الصيام من شوال ثم يقضي في أي وقت شاء في خلال العام. هذه مسألة اختلفوا فيها، والأحوط أن لا يصوم من شوال إلا بعد قضاء ما فاته من رمضان، ليصدق فيه قوله من صام رمضان، من صام رمضان، لأجل أن يكتمل له صيام رمضان ثم يصوم بعده 6 من شوال. ومما يتعلق أيضا بذلك أنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام 6 سواء كانت متتابعة أو متفرقة، يصومها متتابعة أو متفرقة لا بأس، ولا يشترط أن تكون أيام بعينها من أيام شهر شوال. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفة، متفق عليه واللفظ لمسلم. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، قال العلماء إذا أطلق في سبيل الله فيراد به الجهاد، إذا أطلق في سبيل الله فيراد به الجهاد، يعني لو قيد بشيء فهو على حسب ما قيد به، على حسب ما قيد به.
يعني لو قيد في سبيل الله مثلا بأي عمل من الأعمال الأخرى غير الجهاد فيصرف لهذا العمل، أما إذا أطلق بلا قيد فيراد به الجهاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يعني يصوم يوما في أثناء الجهاد، في أثناء الجهاد، إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفة. هذا فضل من يصوم يوما في الجهاد. والعلماء يقولون لأن الجهاد أمر شاق وصعب، فإذا صام كان هذا الأمر أشق وأصعب، سواء كان الجهاد أو الصوم، فعند ذلك يزيد أجره ويزيد فضله عند الله سبحانه وتعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفة، فإن ذلك أيضا لا يراد به العدد، وإنما يراد به الكثرة، أي باعد الله بينه وبين النار زمنا ومسافة بعيدة جدا. وهذا يعني دليل على أنه يعني قد ابتعد جدا عن النار بسبب الصيام في الجهاد، ولو كان يوما واحدا، ولو كان يوما واحدا، وهذا طبعا يقصد به صيام التطوع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني أنه ربما صلى الله عليه وسلم كان يعني يديم الصيام أياما متتالية متعاقبة، حتى يقول أهل بيته أنه شرع في الصيام ولن يتوقف، ثم يفطر صلى الله عليه وسلم ويستمر على ذلك أياما متوالية، حتى يظن أهل بيته أنه لن يصوم من كثرة ما تتابع من الفطر. فتقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني هذا في إشارة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصوم الدهر ابتداء، ما كان يصوم الأيام كلها متوالية. ثم كذلك فيه إشارة أخرى، وهي أنه صلى الله عليه وسلم هديه قصدا، هديه صلى الله عليه وسلم قصدا وسط، لا هو يشق على نفسه ولا هو يفرط ويترك الصيام، يعني لا يشتد فيصوم الدهر مثلا، ولا يفرط فلا يصوم إلا رمضان، يعني لا يفرط يعني في حق التطوع، وعليه فكان يصوم ويفطر صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، يعني إذن لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا متواليا أو شهرا كاملا غير رمضان. قالت: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وهذا يفسر قولها في رواية أخرى: كان يصوم شعبان كله،
شعبان كله يعني تقصد أكثره، بدليل هذه الرواية ومثيلاتها. قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. ثم إذن هذا الحديث فيه فضل الإكثار من الصيام في شعبان، فضل الإكثار من الصيام في شهر شعبان. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. قال رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. قال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله أمرنا ظاهره الوجوب، ظاهره الوجوب، ولو أنه لم يكن إلا هذا الحديث لدل على وجوب صيام هذه الأيام، لكن لما جاءت الأدلة الأخرى تدل على عدم التزام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام على الدوام، ثم ما يدل على أن صيامها كذلك نفلا ومستحبا، لكان الأمر على الوجوب، لأن هذا هو الذي يحمل عليه قول الصحابي أمرنا فرض علينا ونحو ذلك. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. هذه الأيام يسميها العلماء الأيام البيض، الأيام البيض، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عند أحمد والنسائي. قال صلى الله عليه وسلم فإن كنت صائما فصوم الغر، فإن كنت صائما فصوم الغر، الغر يعني البيض، الأغر الأبيض، فصوم الغر يعني الأيام البيض، والمقصود بالبياض يعني بياض القمر. فهذه الأيام تسمى أياما أو الأيام البيض نسبة لبياض القمر فيها وظهوره ووضوح الرؤية في الليل في هذه الليالي 13 و14 و15. فيستحب للإنسان أن يصوم هذه الأيام يعني البيض، وهي 3 أيام من الشهر. وصيام هذه الأيام ربما يقول قائل يعني ما هو الفضل فيها، ما هو الفضل فيها؟ الفضل فيها أنها بمثابة صيام الشهر الذي يصوم 3 أيام من الشهر كأنه صام الشهر، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها. الذي يصوم 3 أيام، فإذا قلنا 3 أيام في 10 تساوي 30، يبقى كل من 3 أيام من الشهر تعدل شهرا، وعليه يكون الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وهي كهيئة الدهر، قال صم هذه الأيام يعني، وقال وهي كهيئة الدهر، كأنه بيصوم السنة. هذه كلها فرص في الحقيقة لنيل الأجور الكبيرة والعظيمة، فرص كبيرة جدا لنيل الأجور العظيمة. يعني إنه إذا فاتتك يعني مثلا مسألة رمضان وستة من شوال، تجد فضل الله تعالى أنه لو صمت 3 أيام من الشهر مع صيام رمضان تكون قد أتيت بالصيام العام، كأنك صمت الدهر كله. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا ابتداء في قال يعني الحافظ رحمه الله قال متفق عليه ولفظ البخاري،
وزاد أبو داود في روايته يعني غير رمضان، غير رمضان. هذه زيادة مهمة دي، يعني لا يحل للمرأة أن تصوم في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه، وإلا فصيام رمضان لا يحتاج إلى إذن الزوج، فهذا فرض ولا يحتاج إلى إذن الزوج وتصوم فيه وجوبا. أما مسألة أن تصوم في غير رمضان فهذا الذي لابد أن تستأذن فيه الزوج، أن تستأذن فيه الزوج، وهذا من باب الوفاء بحق الزوج، وهذا من باب الوفاء بحق الزوج. فالصيام، صيام التطوع، هذا عمل جليل، عمل عظيم. صيام التطوع عمل جليل وعظيم، لكن الذي هو أعظم منه الوفاء بحق الزوج، الذي هو أعظم منه الوفاء بحق الزوج. ولذلك هذا الحديث يدل على ذلك، أن الوفاء بحق الزوج أعظم من صيام التطوع. وهذا فيه إشارة في الحقيقة يعني معالجة شرعية في كلمة واحدة لكثير من المشاكل الزوجية المتعلقة بنفس المعنى، وهو أن كثيرا ربما من الزوجات تقصر في حق زوجها بسبب أنها تؤدي بعض الطاعات أو العبادات التي من جنس النوافل والتطوع ونحو ذلك. كمثلا نجد يعني ربما من تحفظ القرآن وتقصر في حق زوجها وتسيء في حق زوجها، وهي التي تحفظ الناس القرآن ونحو ذلك، فيقال لها لا والله حق الزوج أعظم من حفظ القرآن وتحفيظ القرآن. وطبعا نقصد بحفظ القرآن ما يعني ما زاد على ما هو متعين يعني في الصلاة ونحو ذلك. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أو صيام يومين، وذكر اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذا الحديث ابتداء فيه التنبيه على مسألة تتعلق بصوم التطوع، وهي أنه وإن شرع للإنسان أن يصوم التطوع ورغب في ذلك، إلا أن هناك بعض الأيام تحرم أو يحرم صيامها، وبعضها يكره ونحو ذلك كما سيأتي. فمن الأيام التي يحرم صيامها صوم العيدين أو صوم يوم أو يومي العيدين فيحرم. فأما عيد الفطر فلأنه يوم الفطر، يعني يوم انتهاء صيام رمضان، صوم الفرض، فواجب فيه قطع الصيام. وأما يوم النحر فهذا يوم عظم عند الله عز وجل بالنحر، والنحر إشارة للأكل أيضا وعدم الصيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته في يوم النحر ونحو ذلك. وهذه أيام عيد كذلك، وأيام العيد يشرع فيها بل يستحب فيها للمسلم الانبساط والتوسعة ونحو ذلك. ومن معاني الانبساط والتوسعة الأكل والشرب والجماع وكذا ونحو ذلك. ولذلك فهذه الأيام يحرم فيها على المسلم الصوم، ويأثم الذي يصوم في هذه الأيام، حتى لو قال أنا أتعبد أنا كذا يأثم، فهذه الأيام يحرم صيامها. نعم. ثم قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق
أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، هذا بيان لي أيضا يعني أحب ما يفعل في هذه الأيام، وهو الأكل والشرب، وكما في رواية وذكر الله طبعا، وكما في رواية وبعال يعني إدخال السرور على الأهل ونحو ذلك، ويعني الاقتراب من الزوجة ونحو ذلك. فهذا ينافي الصيام، هذه الأشياء تنافي الصيام، الأكل والشرب والبعال ونحو ذلك، هذا ينافي الصيام. فهذا ابتداء فيه إشارة إلى النهي عن صيام أيام التشريق، صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي الأيام التي الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر، وهو يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، وأيام انبساط ونحو ذلك، فلا يتناسب فيها الصوم. لكن قد يكون هناك بعض الأحوال التي يحتاج معها الإنسان إلى الصوم في هذه الأيام، قد مثل من لا يقدر على الهدي مثلا في الحج، فله أن يصوم ولو كان في هذه الأيام. وهذا ما يشير إليه أو يدل عليه الحديث التالي، قال: وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق، أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، يعني الأصل أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، لكن الاستثناء جواز صومها لمن لم يجد الهدي، لأنه هيصوم، لا يجد الهدي هيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فيجوز أن يصوم هذه الأيام، لا سيما إذا كان مثلا سيرحل يعني في أواخر هذه الأيام، فلأجل أن يصوم وهو في الحج فيجوز أن يصوم هذه الأيام أيام التشريق. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، يعني نهي عن أن يخصص الإنسان ليلة الجمعة اللي هي يعني من على ليلة يوم الخميس بالليل، ليلة الجمعة أن يخصها بصيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إذن هذا هو الاستثناء، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فهذا الحديث فيه النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم، وكذلك النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، تخصيصها. لكن لو أن إنسانا مثلا قام ليلة الجمعة من غير تخصيص لا بأس، وعلى سبيل المثال مثلا الإنسان عارف مثلا أنه هو عنده شغل مثلا شاق أو نحو ذلك، فهو ما مش عارف يقوم الليل يعني كتير في الأيام بتاعت الأسبوع كلها، ففي يوم الخميس بالليل يعني اللي هو ليلة الجمعة يعني يعرف أنه يصبح يعني بغير عمل أو شغل أو وظيفة يعني، وهينام يعني شيئا في بيته، فيقوم يصلي من الليل شوية في ليلة الجمعة، لا بأس، لا بأس بذلك. طيب ما علة النهي عن صوم ليلة الجمعة
العلماء يقولون أن ذلك بسبب أنه أن هذه ليلة عيد، الجمعة عيد أسبوعي، وهذه ليلة العيد، وهذه ليلة عيد، ولذلك الأفضل أن لا يقوم الإنسان في هذه الليلة. وبعضهم يقول لأجل أنه سيصبح في ذكر فلا يشق على نفسه بقيام ونحو ذلك، إلا أن يكون هذا من عادة الإنسان. يعني لو عادة الإنسان بيقوم كل ليلة، فيوم الخميس كل أسبوع بالليل يعني ليلة الجمعة، لا بأس أن يقوم، لأنه هو مش مخصص ليلة الجمعة، إنما له عادة أنه يقوم في سائر الليالي. قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال: متفق عليه. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، نهي عن إفراد يوم الجمعة كما تقدم، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفتنا أن احنا نقول لماذا أو ما هي علة النهي عن صوم يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة، لأن هذا يوم عيد ويوم عبادة، فيستعين بعدم الصيام على الذكر والعبادة ونحو ذلك. إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو يوما بعده، فعند ذلك يكون قد خرج من النهي الوارد عن إفراد يوم الجمعة. ثم قال وعنه أيضا رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان يعني بعد النصف الأول من شعبان، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام. فهذا الحديث فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، لكن هناك من العلماء من هو بيقول في التخريج، يعني رواه الخمسة واستنكره أحمد. وأحمد رحمه الله استنكره لأنه يعني جرح أحد رواة الحديث فاستنكر الحديث، لكن غيره صحح الحديث وهو كذلك، الحديث صحيح. فالغرض يعني أن العلماء في هذه المسألة من جهة الفقهية قالوا هذا في حق من لم يكن له عادة صيام، من لم يكن له عادة صيام، أما من كانت له عادة صيام فلا بأس أن يصوم في النصف الثاني من شعبان. أما الذي ليس له عادة صيام، يعني واحد ما كانش بيصوم طول السنة أصلا، ما لوش صيام نوافل طول السنة، فلما جاء شهر شعبان بدأ يصوم شوية، خلاص يصوم شوية بتوع النصف الأول حتى يفرق بين الفرض والنفل، وحتى يشعر ب يعني قيمة صوم الفرض وصوم النفل، يوم يعمل الفرق بتاع النصف الثاني من شعبان. طيب الذي له عادة، الذي له عادة لا بأس، لأنه هو خلاص تعود على صيام النفل، فهو لا فرق عنده بين النصف الأول والنصف الثاني، فهو يجوز له عند ذلك أن يصوم ولو كان في النصف الثاني. وقد جاء في رواية تقييد لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يوافق صوما معتادا، إلا أن يوافق صوما معتادا، يعني إنه النهي لمن ليس له صوما معتادا. نعم. ثم قال وعن الصماء بنت، عن الصماء بنت بصر رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها.
قال رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. هذا كلام الحافظ. إلا أنه قال بعدها قال وقد أنكره مالك، يعني الإمام مالك أنكر الحديث، وقال وقال أبو داود هو منسوخ، هو منسوخ يعني بالحديث التالي الذي سيأتي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، فالحديث فيه النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم. قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، يعني هذه مبالغة في النهي، إنه حتى وإن لم يجد الطعام والشراب ليقطع شبهة الصوم فله أن يمضغ ولو ورق الشجر حتى يقطع الصوم. وإن كان طبعا من شروط صحة الصوم النية، إن الإنسان إذا نوى الفطر أفطر ولو لم يأكل أو يشرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك. لماذا؟ للتشديد على النهي عن صيام يوم السبت منفردا. لكن هذا اختلف فيه العلماء بسبب الحديث التالي. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. قال أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. هذا الحديث فيه أنه كان يصوم يوم السبت كما تقول أم سلمة، كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. طيب الحديث اللي السابق لا تصوموا يوم السبت إلى آخر الحديث، العلماء الذين صححوا الحديث الأول وهو صحيح جمعوا بين الحديثين بماذا؟ جمعوا بين الحديثين بأنه لا تعارض، فالنهي باق، فالنهي باق والحديث ثابت، وأما الحديث الآخر فلا تعارض بينه وبين الحديث الأول لأنه ما كان يصوم السبت منفردا إنما كان يصوم السبت والأحد. والعلة في النهي عن السبت منفردا أو الأحد منفردا هي أن هذه الأيام أيام أعياد لليهود والنصارى، فإذا صامها المسلم منفردة كان فيه شبهة تعظيم هذه الأيام، وحصلت شبهة مشابهة الكفار في ما يفعلون، ولذلك لا يصوم المسلم السبت أو الأحد منفردا، وإنما يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولذلك كان يصوم معه الأحد من باب المخالفة. قد يقول قائل طب ما هو الأحد برضو بتاع النصارى. نعم، فإنه لو صام السبت والأحد يكون قد نقض حال كل طائفة من الطائفتين، اليهود يعظمون السبت ولا يعظمون الأحد، والنصارى يعظمون الأحد ولا يعظمون السبت، فهو إذا صام السبت لو قالت اليهود يعظم يومنا لا هو بيصوم مع الأحد فلا يكون مفردا للسبت، ولو صام الأحد فمع السبت، فلو قالت النصارى يعظم يومنا فإنه يكون قد فند ذلك بأنه ما يصومه منفردا وإنما صام معه يوما آخر، بل يوم الفريق المنافس لهذا الفريق والمضاد له، فيكون كلا الفريقين مذهبهما باطل. إذن خلاصة هذه المسألة أنه يكره صيام يوم السبت منفردا، ولا بأس أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة،
قال: رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وهو كما قال هذا الحديث فيه ضعف في سنده، وهو أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن وردت أحاديث أخر في نفس المسألة ولكن بألفاظ أخرى ففيه النهي عن صوم يوم عرفة للمحرم. وعلة النهي أن يوم عرفة يوم الدعاء، والمحرم يحتاج إلى التفرغ للدعاء والتقوي على الدعاء في هذا اليوم، فلو صام ربما كان ذلك فيه مشقة عليه فيضعف عن العبادة الأجل في هذا اليوم. ولذلك النهي يتعلق بالمحرم، فإنه لا يصوم يوم عرفة. أما غير المحرم ففيه الحديث الأول في الباب الذي فيه فضل صوم يوم عرفة. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. قال: متفق عليه. قال: ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر، يعني لا صام ولا أفطر من صام الأبد. والأبد يعني الدهر، السنة، يعني واصل الصوم السنة كلها، يعني ما كان يفطر. فهذا هو يعني فيه يعني التنبيه على أن هذا الفعل منافي للهدي الصحيح. لا صام من صام الأبد، يعني السنة كلها متصلة كلها. والعلماء يقولون هو إما دعاء أو إخبار، يعني هذا دعاء أو إخبار. دعاء يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي عليه لا صام ولا أفطر، ده يعني من صيغة الدعاء، يعني أو من صيغة الدعاء. لا صام من صام الأبد، يعني ما يعني زي بالتعبير العام بيقول كده إن شاء الله ما يقدر يصوم اللي هو صام الأبد. وفريق من العلماء يقول لا، ليس دعاء وإنما إخبارا. الإخبار يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الذي يفعل ذلك كأنه ما صام، كأنه ما صام ولا فعل الصيام. والعلماء يقولون لماذا علة النهي في ذلك؟ أن الصائم على هذا النحو اللي هو السنة كلها ما بيسيبش حاجة، الصائم على هذا النحو لا يجد مع الوقت أثر الجوع والعطش الذي هو مما يعني يؤجر به العبد بالصيام، إنه العبد في الصيام بيجد أثر الجوع والعطش فيصبر على ذلك لله عز وجل فيتعلق الثواب بذلك. أما الذي تعود السنة كلها صائم كل السنة ما بيفطرش ولا يوم، فإنه يكون خلاص جسمه تعود على ذلك، خلاص ما الصيام ما بيبقاش له أي معنى عنده. وده معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. وعليه ف يعني يكره أو يحرم، والأقرب التحريم، والأقرب التحريم، وهذا الأرجح، لأن التحريم هو الأصل في النهي. ثم حتى لو ترك يومي العيدين، بعضهم قال لو ترك يومين العيدين يجوز له يصوم الظهر كله، حتى ولو ترك يومين العيدين فهذا مخالف للهدي، لأن أتقى الناس وأهدى الناس صلوات الله وسلامه عليه ما كان يفعل ذلك، وقال لأصحابه: إني لأتقاكم لله وأعلمكم بالله، وإني لأصوم وأفطر، وإني لأصوم وأفطر، يعني أفعل هذا وأفعل هذا. وعليه فالهدي أن يصوم ويفطر، أما أن يصوم الأيام كلها فهذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على باب الاعتكاف وقيام رمضان إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا
وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.